في مواقع دلوقتي كتبت ان ممكن تكون اجازة العيد لهذا العام 2023 ممكن توصل لعشر ايام، وفي مواقع كاتبة ان هي ممكن توصل لاسبوع كامل. طب خلونا نعرف التوقعات الصحيحة مع بعض دلوقتي ونحسبها بالورقة والقلم. معهد البحوث الفلكية اعلنت منذ ايام ان رمضان السنة دي هيكون 29 يوم، يعني هيكون ناقص يوم، وبكده هيكون يوم الخميس 20 ابريل هو اخر ايام شهر رمضان، هو يوم الوقفة. بعد كده العيد هيبدأ معانا من يوم الجمعة 21، هيبقى 21 و22 و23، التلات ايام دول هيكون اجازة رسمي، اللي هو الجمعة والسبت والحد، كده هيكون معانا تلات ايام. تعالوا نعرف ايه بقى اللي ممكن يجي زيادة. في يوم الاثنين 17 ابريل ده هيكون شم النسيم، ده انا اتوقع لو ترحل ليوم الخميس هيكون معانا الخميس اجازة، يعني ما ناخدش يوم الاثنين اجازة وناخده يوم الخميس، ترحل للخميس اللي هو يوم الوقف، كده هيكون معانا ايه الخميس والجمعة والسبت والحد، اربع ايام. في يوم تاني اللي هو عيد تحرير سيناء، بس ده بعد العيد يوم 25 ابريل. في بعض الناس بيقولوا ان مجلس الوزراء هيرحلوا ليوم الخميس اللي هو بعد العيد، وفي بيقولوا لا هناخده مع اجازة العيد بالمرة، فلو خدناه مع اجازة العيد هيبقى يوم الاثنين، هيبقى كده خمس ايام، هتبدأ من يوم 20 ده لو شم نسيم اترحل، وهينتهي يوم 24 ده لو يوم عيد تحرير سيناء اتقدم، يبقى كده هيكون معانا 20 21 و22 و23 24، يبقى خمس ايام اجازه لعيد الفطر المبارك. طبعا هننتظر قرار مجلس الوزراء الرسمي اللي هيعلنوا فيه اجازه عيد الفطر المبارك وهنبلغكم بيه. دي كده كانت توقعاتي، قولوا لي توقعاتكم في التعليقات تحت.